لكم كل يوم فيديو جديد. اليوم فيديو مثل ما شايفين مشاكل الستر وين والبيجو والرينو. هاي السيارات مرغوبة بشكل عام هون لأنه أسعارها اقتصادية رخيصة. وهذا الفيديو كمان موجه لأهلنا بالمغرب والجزائر لأنه هاي السيارات كتير مرغوبة عندهم. رح نشوف بشكل عام أسعار السيارات. هاي سيارات مستعملة وجديدة بس مستعملة تكون ماشية بشكل قليل كتير. هاي الأسعار موجودة بألمانيا وبأوروبا بشكل عام كل الأسعار موحدة. يعني نبلش من السيارة هي ستروين، طبعا ستروين بيجو ورينو كلها بشركة واحدة نفس الصانع الفرنسي. داخلية السيارة طبعا مواصفات حسب الأسعار. هاي السيارة ستروين طبعا مثل ما حكيت انا هلا فيها خلال 6 اشهر هاي تنزيل بالضريبة. اذا الضريبة 16% بتصير فقط 16%. هاي اسمها الضريبة المضافة على السعر بألمانيا. شوف سعر السيارة. هاي السيارة ديزل ماشية او عفوا 177 بي اس، حصان بخاري 130 كي بي، سعرها كامل 44,000. فيك تاخدها بأول دفعة 8000 أويغو، قسط الشهري 299 يورو. السعر كله متل ما شايفين ليك هون 36,000. هاي كمان ستروين كمان سعرها 36,000. صدى اللون أبيض كريمي. جانبي السيارة شوف سعر السيارة. سيارة مصنفة بمصروف البنزين أو الديزل حرف A. سعر السيارة 44,000، القسط الشهري 348,000. هي السيارات غالية شوي لأنه مثل الـ SUV فيها ميزات كتير. هلا بنشوف مثل ما شايفين معنا هون هاي كمان ستروين سعر 24,000. هاي بيجو مثلك عفوا ستروين مثل الباص كمان C4 سعر 34,000. سعر السيارة 42,000. سعر غالي شوي ما بعرف ليش هيك أسعارهم غالية. يمكن أنه السيارات بشكل عام حديثة أو زيرو. بشكل عام سيارات البيجو ورينو لازم تكون اسعارها ارخص من هيك. هاي ال 208 هاي سيارة مرغوبة 24,000 السيارة. هاي كمان نفسها 26,000. شوف السيارة هي شو مميزاتها وشو سعرها. هاي سعرها 25,000 مثل ما حكينا بس عاملينها 24,000. دفعة شهرية 249. محرك بنزين 1200 سي سي 131 بي اس. السيارة هي بشكل عام هي 208 مقبولة بشكل عام. يعني السيارة هي كمان 208. نجي للفئة الأرخص من السيارات اللي كنا عم نشوفها هلا. هي السيارة حق 19,000. هي كمان بيجو 208. هي كمان بيجو 208 سعرها 25,000 بس صاير في عليها رابات او اكسيون 19,000 يورو. طبعا هلا اسعار السيارات شوي باوروبا بشكل عام نازلة بسبب جائحة كورونا. عندنا البيجو 308 هي سيارة بحس انا اجمل فئة بسيارات البيجو. يعني إضاءة بشكل عام مميزة. الداخلية عاملينها مثل الطيارة. الطارة تبعها صغيرة، الشاشة عالية شوي.
فيها تقليد لشركة البي ام دبليو تقريبا، عم بيحاولوا انهم الصناع الفرنسيين انهم يتنافسوا مع الصناع الالمان، بس برأيي هذا صعب شوي. ليك سعر السيارة هي 37 ألف، غالية شوي لأنه فئة مميزة من شركة البيجو. سيارة الدراويش 208، يعني هي إذا لاجئ سوري عفوا أو مقيم أو أي شخص طبعا بيشتغل بألمانيا في يحصل عليها بشكل بسيط. أنا ما بدي راتب عالي، ما بدي راتب عالي، حق 22 ألف السيارة، اقتصادية صغيرة، وصلت شهري 250. بس طبعا هاي السيارات لما اجيكم اياها كلها زيرو، من هيك غالية شوي. يعني اذا بتاخد نفس هاي السيارة تكون ماشية شوي ممكن سعرها يكون رخيص. هاي السيارة حقها 17 ألف، ماشية شوي. السيارات هي الموجودة معنا حاليا، السيارات اللي اجتني اياها قبل شوي كانت سيارات جديدة، هي سيارات مستعملة مثل ما حكيت لكم، اسعارها مشجعة. هاي بيجو مستعملة حقها 15 ألف فقط لا غير. خمسة وعشرين ألف ماشي موديل 2017 بنزين السيارة. هاي مواصفات السيارة بشكل عام. داخلية السيارة جير عادي، سيارة يمكن هي 208 أو عفوا 308. السيارة هاي مقبولة لسعرها، هي السيارة حلوة 308، بس تيجي ستيشن طويلة شوي. كمان هي مستعملة داخليتها، هي غالية شوي حقها 23 ألف، بس مو ماشي يعني كارتة 2019 ماشي 31 ألف فقط لا غير بنزين السيارة. كمان بيجو سعر 20 ألف، هاي السيارة سعرها 18 ألف. شباب شان شروط شراء سيارة داخل ألمانيا، تحتاج لعقد عمل مفتوح أو لسنة حسب الوكيل ممكن يقبل، إقامتك بألمانيا، وكشف الراتب 3 أشهر، ويكون الراتب شوي يعني عالي، يعني لغاية 1500 1600 ممكن يعطيك سيارة. هي 11 ألف السيارة. هاي كانت نقطة سريعة كمان على أسعار سيارات البيجو المستعملة. بس في عندكم هاي السيارات اللي أرجيكم إياها، هاي سيارات كتير رخيصة. يعني فعلا أنا نظر لفت نظري سعرها، هي السيارة 11208 ماشية فقط 8000 كيلو بنزين السيارة 2018. شوفوا السيارة مقبولة يعني، عندكم اللي جنبها هي 8000 فقط لا غير. شوفوا بعض ليش ماشية. هاي السيارة ماشية 74 ألف وليل 2014. داخليتها بشكل عام عادية، يعني شو سعرها 8000، فعلا سعر كتير بسيط. لا تنسونا يا شباب لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.